بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، في حياة الأمم والشعوب أيام ليست كغيرها من الأيام، يكاد الزمن عندها يتوقف ويتباطأ دوران عجلة التاريخ، احتراما لإرادة الأمة عندما تريد الحياة، والشعب عندما يرفض العبث بمقدراته ومستقبله. وحكم تاريخها المديد مرت على أمتنا العريقة أيام مثل تلك، من بينها بل ومن أمجدها يوم 30 يونيو 2013، الذي سيبقى خالدا في وجداننا جيلا بعد جيل. إن ثورة 30 يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالي، لحظة اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم، اختاروا فيها الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم، لحظة أعلن فيها المصريون للعالم أجمع أن هدوءهم لم يكن إلا قوة، وصبرهم لم يكن إلا صلابة، وتسامحهم لم يكن إلا حكمة متصالحة مع الزمن.